راجل معاه فلوس أكتر من إيلون ماسك وجيف بيزوس وكمان بيل جيتس، وبيته هو المكان الوحيد في العالم اللي فيه أكبر كمية فلوس ممكن يشوفها أي إنسان في حياته. طبعاً بتسأله مين الراجل ده؟ الراجل ده ببساطة هو ريتش رابابورت. أيوة، هو الراجل اللي سمعت اسمه ده. طب إيه اللي يخلي الراجل ده معاه كل الفلوس دي من غير ما يبقى صاحب شركة مثلاً أو عنده حتى ستارت أب؟ الإجابة إن الفلوس دي مزورة. تعالوا مع بعض نعرف إيه حكاية الراجل ده وإيه اللي يميز المزور عن أي مزور تاني. الحقيقة إنه الإنسان الوحيد اللي الحكومة الفيدرالية والمخابرات الأمريكية بتسمح له يزور فلوس، وبقاله أكتر من 10 سنين بيزور فلوس فعلاً في المخزن بتاعه في مدينة أتلانتا، وده لأنه هو المورد الوحيد للفلوس اللي بنشوفها في الأفلام والمسلسلات، زي مثلاً الفلوس اللي كان بيرميها ليوناردو دي كابريو في ذا وولف اوف وول ستريت، والمشهد الأسطوري في بريكنج باد لما وولتر وايت كان واقف قدام روزن فلوس. وبيبيع ريتش كل 50,000 دولار مزيفة ب$250 حقيقي، لدرجة انه بقى مليونير من التزوير القانوني. وبدأ ريتش مهنة التزوير القانوني عن طريق دروس قانونية في تزوير العملة من خبراء الخدمة السرية في المخابرات الأمريكية، وبقى بيصنع نوعين من العملة، أول واحد على الوجهين، وده عشان يكون مناسب لمشاهد سرقة البنوك، وده بيستخدموه في اللقطات الواسعة اللي ما بيكونش فيها تركيز على الفلوس قوي، وتاني نوع ورق بيكون بوجه واحد، وده بيستخدموه في اللقطات الكلوز اللي التركيز فيها بيكون على الدولار نفسه، والمخابرات بتشترط عليه انه يكون على وجه واحد لانه شبه جدا الدولار الحقيقي لدرجة انه ممكن يتم تداوله في السوق بسهولة. وعشان ريتش بقى ناجح جدا في شغله ومع الخبرة الطويلة اللي عنده، نجح في مرة انه يدور نسخة من فئة $100 زي الحقيقة بالظبط، لدرجة اذهلت المخابرات الامريكية وامروا انه يحرقها فورا، ومن بعدها طلبوا منه انه يحط علامات تزوير واضحة على الفلوس، زي انه مثلا يكتب W بدل U في اسم الولايات المتحدة، ويبدل شعار النسرين المتعانقين بفرختين، او يحط لوجو مطعم. وكمان المخابرات بتراقب ريتش طول ال 24 ساعة، ولازم يوريهم كل ورقة بيطبعها بشكل تفصيلي.